رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. اليوم سوف نتكلم على قوة الشهاوي في رمضان، قوة المأكولات في رمضان. علاش أغلبية ديال الناس يعني دائما في الكوزينة من الصباح حتى الليل، وهما تيطيبوا ويصابوا الحلويات ويصابوا أشكال أنواع ديال الأطعمة، كأن يعني الإنسان عمره ماكلة، كأن الإنسان في المجاعة. هذه القضيه جايه من واحد القضيه ديال الانسان متى تحرموا شي حاجه من الاكل مثلا او من اي شيء، تتولي الرغبه ديالو الاكل اكثر. ولذلك الناس مثلا في رمضان نظرا لانهم ما تياكلوش بحال الايام العاديه ومحرومين من الاكل من الفجر الى المغرب، ذاك لونغواس او الخوف من الموت او القلق من الموت تتخلي الناس يطيبوا بزاف وياكلوا بزاف ويكثروا يعني من الشهاوي على جميع الانواع. تتعرفوا احنا اليوم مثلا في رمضان، ولكن احنا كذلك في الحجر الصحي، وتتعرفوا على ان هذا الكورونا فيروس، هذا الفيروس ما تيبغيش السمنيه، ولذلك كثره الاكل، كل ما كثرتي من الاكل كل ما راه تسمعني، والفيروس ماشي مزيان. يعني احنا عندنا واحد المرضى ديال السمنه كثار جدا مثلا في المغرب وفي انحاء العالم، وهذا علاش في الولايات المتحده الامريكيه مثلا عندهم نسبه كبيره ديال الوفيات بزاف، لان عندهم نسبه كبيره ديال السمنه. اذا رمضان ما معمولش لكثره الاكل والشهيه، ما تخليش نفسك، لان كما تيقول الله سبحانه ان النفس لاماره بالسوء، يعني هي النفس ديالك راه تخليك دائما من الصباح حتى الليل وراء الشهاوي وراء المطبخ وراء العيا، وما راه تقومش بالواجب، لان النهار كامل وانت تطبخ، خصوصا النساء ملي تيجي الليل تتكون المراه عيات وتهدات وما راه تقدرش تصلي الليل اللي هو مهم. فرمضان ما معمولش للاكل والشراب والاطعمه والشهاوي، ولكن رمضان معمول للاكل الخفيف، ولكن انك تكثر من العبادات بعد صلاه المغرب الى صلاه الفجر. وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.